العلاقة بين الملك ومجموعة من الالف. وده اللي هنحاول نشوف بهذا الجدار بالذات. ثانيا ايضا على السطح الخلفي لهذا الستاند اللي هو عادة بيبقى بمثابة الساند يظهر هذا التماثيل بنجم مجموعة من النص التقليدي اللي ممكن جدا تيجي تتدربي عليه وتوريه الناس واسم ما اتراه عن يمين وعن شمال عن يسار سارع. شوف الجمال في التنسيق كل سطر بيواجه الاخر. سارع نفخعه بعدين نفس الخرطوش فوق واسم ما اتراه تحت فوق طبعا التوبيك اهي المكسورة وبعدين امين راء امين راء وبعدين هنا لقب وهنا لقب. هنا المناخير اهي اللي بنتكلم عنها او الوجه اهي اللي بنتكلم عنها على مين؟ خمتي وش لا؟ ايوه ايوه خمتي ايه بتاعت؟ المفروض احنا اتكلمنا عن الجريدت ريسيت او الجريدت هو طبعا لا في اي اللي هي ابني ولا في بيت ولا في تي وبعدين خمتي ممكن تاخد خاص بيت والبيت ده ممكن يكون كمان مخصص علامة ايه لكن على الحل موجود هنا طبعا دي عاوزة خبرة. خمت ايه بتقف يعني بتصدر حرمه بتصدر المكان ده وبعدين كلمة مري نبدأ مع السطر الاولي مري فلان الفلاني ده كله دي اخر كلمة نقراها اسف اول كلمة نقراها هي اخر كلمة مكتوبة لان لابد ان تسبق اسماء الملوك اولا وبعدين الكلمة تدل على الحب والعلاقة والكلام ده كده نقول مري وبعدين نسيب ايه كذا كذا يعني محبوب الى اخر. طيب نيجي هنا على الجانب الاخر نب مسود تاي هذه الثلاث علامات تدل على العروش سيد عروش الاربين وزارد علامة مني سيد عروش الاربين لقب من القاب امون دول تقريبا اهم القاب بالاضافة الى خمت ايه بتسود اللي بتصدر معبد الكرنك يبقى له القاب من خمت ايه بتقف او خمت ايه بتمسود نب مسود تاي سيد عروش الاربين وبعدين اللي بتصدر معبد الكرنك ايه طبعا الالقاب التقليدية انا عاوز دايما الف تذكركم الى الكرنك اخت الطول الطول الدراع ده شفت كلمة نخت كاملة هناك دي ال ايه لايك نخت هنا الدراع دلالة القوة او الانيش بتاع القوة كنخت وبعدين ان هي مع محبوب الاعضاء برضو بقى اؤكد مرة اخرى على الرخيط وكأن الرخيط هنا هي مش كاتب دواء رخيط انه الشعب يتعبد النجمة الهواء علامة الرخيط تحتها وبعدين الرخيط في مواجهة من في مواجهة اسم الله اسم الملك يبقى كأن الشعب هنا بيحيي شوف الايدين مرفوعة بيحيي مش عاوز اسميها كلمة يتعبد بيحيي الملك كل الشعب عايز كل الناس رخيط من اول بتيفن سليوتن ولا بريتن البيضة اللي هو رمسيس بيعلو الخرطوش بتاعه على مطرع واسفله علامة نور الذهب الذهب برضو حاجة لها قدسية معينة ولها بريق معين عند المسلم. كل التماثيل زي ما حضراتكم شايفين عليها هذا النص التقليدي نشوف بقى بعض المناظر اللي هنا. هذا الجدار المواجه لبعض التماثيل. اقرا اسماءكم فقط تقديم معه. شخص كبير. الشباب برضه بيتناقش معاه بيقول لي يمكن كان الاستاذ يوسف بيقول لي يعني هو بيقدم المعك ليه؟ هو بيقدم المعك تعبيرا عن التزام. بيقول لي التزمت بان اكون حاكما عادلا. اتفضل انا بقول له هذه الطقس قدامك حتى انت يعني مارس العدل انا شفت ده بيتكلم مع كده اذا ما مارسش العدل يبقى هيتوكل على الله وبعدين بيقدموه لاجلنا رئيسين في الثالوث امون رايح مش كده يا شباب ولازم تكون هنا لا هموت انت كان انا هموت من 20 يمكن مين بقى اللي بعد الملك؟ الملك
هنشوف خنصي يمكن لازم الخنصي بس هنا شكل خنصي مش شكل أبني وإنما شكل صقر زي ما حضرتك شفت في بعض الأمثلة وفوقه الهلال والقمر يبقى هنا ما نخلصش بقى ما بينه وبين راحوا راقتي إلى حد نحاول نشوف الهلال بقدر ما نقدر فيه أجمل المناظر في هذا المعمر طبعا عن يمين طقس التبخير ده مش دي مشكلة لكن هنا شوف المنظر الرائع ده اللي عملته بتاج التقليدي قرص الشمس والرشتين بيلتفت الى الخلف وهو متقدم يتجه هذا الاتجاه بيلتفت قليلا بيمنحه الحياة ومسكه هذه المسكة الودية رائعة زي ابنه بيقدم له علامة الحياة ملبسه هذا التاج المركب مش ضروري يكون تاج الاتف كاون تاج اسوريس ولا حاجة وبعدين مين اللي بيقبل على الايد الاخرى هذا الاله اللي مش ضروري يكون انابيس وانما انت بقيت شطرها ويت واوت ويت الارمين وعلامة الواس والتاج وثلاث شهر اذا دي بس عاوز لاخر مرة مش بس قضية لغة سجونة ما الكلام ده بقى مش عايزين انما فعلا معظم الالهة التي تحمل شكل هذا الحيوان في اوروبا ويوت انما انا جيت في دور اخر في عمليه التحليل كل الالهه الكبيره الممثله في مثل هذه الطقوس طقوس التقدمه لازم يكون هناك ويوت طب هو ويوت ده فاتح الطرق واي طرق هو الذي يفتح الطريق امام الموتى لكي يتجه الى العالم الاخر في لحام سوريس ويوت ويوت كان اله الاسيوط وفجاه اصبح اله قومي اللي هو اسمه ليكو او لايكو بس البلد نفسها بقى اسمها ليكوبوليس في اليونانيه كلمه اسيوط أضلع أسيوب بقى لكبرس مدينة الذئب وهنا برضو أكرر الخلط الشديد لدى المصري بين الذئب بين وجه الذئب ووجه ابن أهو ما عرفش يفرق ما بين الاثنين أقول تاني ما فرقش ما بين الصقر والحجارة ولخبط ما بين باسط وباس وباخت وسخنت وجوههم الثلاثة ولخبط بشدة بين أي واحد خلينا نكون واقعيين أي مرشد ما أي معيد أي أستاذ ما قراش النص أو ما قراش الكلمة هيجي يقول عشان نص حول على طول الانجليز مش كان الاهل مش انما ارجو ان احنا نكون حذرين لان موجود قدامنا ويت ويت ونفس الكلام بينطبق على سنه جمهور ومين معاهم كمان شوف مسكين الماسكه الحلوه كل واحد من ايد معاهم الاله جهوتي عشان يسجل هذا الحدث واحيانا جامع تاف بالظبط لم لا يمكن الان ان احنا نعتمد على الشكل انما لازم نعتمد على المنظر ده من اجمل المناظر في هذا المكان طبعا عملها على حاجه كبيره الجوار القائم معه نتيجه لنقص تقديم القرابين الله كانت اف كانت اف في هنا اللي ملاحظ دايما على ان بعض البلازل سجلت اللي كانت بتعملها مخبيه شوفوا هنا تقنيه هنا الادوار في الفارب الدوار هاي اللي ما شفناهاش هناك يمكن اتنست يمكن ما فيش مساحه يمكن معروفه يبقى كل الناس مش عايز بتهلل لهذا الاله مع الان لا لهذا الملك هنا واضحه الحالات دي من عصور تاليه لعصر هذا الملك مخربشات تكوينات لمناظر لا صله لها بهذه الفتره اللي دوب بيقول مخربشات يعني جرح غير غائر خدش كده اظن واضح ان في ما خدش ده حفر عميق او نقش غائر كما رسمنا برضه شوف كل هذه الحفر غريبه جدا حكايه رمسيس عبد اثناء حياته انا عارف طبعا انه يعني ايه المقصود بلاش نقول عبد انه القدس فجل وطبعا ليس هذا مجال الحديث عنها انما مش انتوا شفتوا مقصوره لسيت الاول؟ هل شفتوا منظر لسيت الاول يعبد؟ معانا لسيت؟ بس شكل سعادتك المقصورة لا تعني شيء المقصورة تعني انه في حضن ورحاب الالف شوف يتعدى في الوزر من الرمسيس الثاني بيتعبد لنفسه في ابو سلمة مش بيتعبد لنفسه ما رسيتي الاول كبير وصغير ورمسيس الثاني وراء اسف وسيت الاول وراء رمسيس الثاني واقفين قدام قائمة الاسماء ده لا يعني انهم بيتعبدوا الاسماء وانما بيحترموا ويوجهوا هؤلاء الملوك القدامى الاوائل الذين سبقوهم في حكم مصر فكون انه في واقف قدام اسمه ده معناها تبجيل او قدام صورته تبجيلا لصورته واجلالا لها وتقديسا لها وما كان لشخص ان يبدل نفسه انما هو واقف يتعبد نفسه وبالتالي اللي كان بيعمل ان هو تقع دور او كده
هي يعني لما اشوف انا الملك راكع جاسد تعب جاسم خاشع خاضع ما اظنش ان انا اقدر اتكلم. انا طبعا ممكن انا صاحب او بدقق جدا على هذا الموضوع, يمكن كل الناس بتختلف معايا, لكن لغايه ما حد يقدر يطلعها من مخي بسهوله ساظل اقول انه لم يعبد ملك في مصر. ما هو اسمع بقى, خلينا نتكلم بوضوح. في مقابر دور المدينه احمس السفرتاري وعم الحطب الاول وعم الحطب صاحبه وام حطب الاربعه دول كل الناس بتقول عليهم قول له قول له ازاي؟ مين قال انه كل انا بطلع في اصول متاخره لخلطه في العقائد اعتبر انه ام حطب هو الاله اسكريبس اله الطب عندهم قارنه ما بينهم وبينه ايه المشكله؟ ده لا يعلم ولا اله. هل ام حطب صاحبه بقى اله؟ كل نقطه فئه معينه في بعض المقاتيل في دور المدينه بقى اله؟ هل انه بعض ايه الحريقه هو ولا غيره ولا باشا دي ولا معرفش مين في دور المدينه سجلوا على جدران مقابرهم صور للراجل وامه جميل ام حطب الاول وامه احمس الفتاوي مش امه ولا ايه؟ او امها. هل هو ده يعني ان بعض المرضى يطلبوا الشفاء من ام حطب في الدير البحري فوق او في دير المدينه معناها يعني هو الدير موصول متاخره وليس في الوصول متاخره جدا لما بيقول حدث هذا الخلط في العقائد في وجهه نظر البطل منهم صله بالعقيده المصريه. الناس جم لقوا عقائد معينه حاولوا انهم يحترموها على اكثر ولا اقل. لكن دكتور بيقول لك في الدوله الحديث ان الكتاب المصريين اعتبروا ام حطب حاميهم وقلت لك انه بيرفقوا بعض حامي اه. هلا راجل ما احنا بنقول فلان ده رئيس الجمهوريه ده رب الاسره, مش بيقولوا كده رب الجمهوريه رب الاسره حامي هو رب الاسره حامي, لكن ليس بإله ليس بمعبود. كان في حاجه هنا زي ما لو اتجه الى بلد المسلمين السبب الاولاني بعدين بلد المسلمين مريض مكانه طبعا برضو مهم لان في حاجتين جانبين اظن وجهه المعبد باينه جدا, وجهه المعبد رائعه كل العناصر مكونه للطرح والتماثيل واقفه والجلسه والكلام ده كله. احنا بنتكلم بقى عن ايه الوقت وايه القعد والاتجاه فين. الصوره تكاتسو طبق الاتكات تكون طبق الاكل اللي موجود في معبد الكرنك في معبد خنصر اللي احنا فعلا سعدنا بان احنا شفناه النهارده. وبعدين ادي الليست اللي عامله هيس سانسو ان غف اف وسانسو ان غف اف وبعدين نفس الكلام شايفين انتوا زي ما حفظتوا ان غف اف كل واحد منهم بخصله وشايل مروحه ولا ريشه ولا باخد زهور ولا القائمه ممتده وطويله. لكن برضو ارجو ان احنا شوف هنا مثلا دليل ما انا اسمها مطلوبه المعلومه هنا الخاع مجهول خاع امراس الشهير اللي كان معروف طوال الحضاره المصريه في تنوير ترميم وصيانه الانشاء. فانا عاوز اقول كل مبنى السيستاني وده واحد من ابنائه المهمين اهتم بعمليه كان عنده وفاء بالانشاءات اجداده السابقين, وده معناه ان الرئيس الثاني كان عنده نفس الروح. ما نقدرش ننكر هذا, فلازم بقدر ما كان نلغي غباء الحر مش مجامله ولا عاطفيه ولا كلام, ان الرئيس الثاني كان لازم مخرب ومدمر وان سلف اثار من سلفوه. يعني الواحد دلوقتي يقدر يكتب كتب عن هذا الموضوع. كل الادله بتقول ان الراجل صام كتب اسمه شيء طبيعي. لما بيعملوا حجر اساس واحد صاحب في هذا كل الدنيا في كتب الراجل صلح حد لازم اسمه كتبه لحقه. لكن لا استطيع ان اقول الان بعد هذا العمر انه الرئيس الثاني خرب اثار حد او لعب اثار حد. كل تقريبا من ابناء واضحه جدا. لو سمحت ثانيه واحده. سؤال مهم جدا انا هحتاج اقول مش هنا بقى الوقت بتاع المونتاج والكلام ده. هو المفروض اللي هنا لازم يكون صورة تبقى الاصل من البطن. يبقى معناها فعلا المونتاج المزود طالما نسيدي هنا يبقى لابد ان نسيدي فعلا. المسابقه في التسجيل في تسجيل الحدث لازم تكون 100%. مجموعة تماثيل تحط التسارة المسجلة على الجدار الأيمن للداخل في مقبرة خخمراء. على يمين في تقديم مقبرة خخمراء في يسموه الأتيليه بتاع النحات بتاعه يسجل مجموعة من التماثيل. احنا لقينا تماثيل مش لقينا تماثيل ممثل, لكن فيها بعض العناصر المختلفة, فيها بعض العناصر الفنية والمعمارية.
فانا عارض اقول هنا طالما ان في مطابقة فيما على الباب ما قدرش اقول مثلا ممكن يكون فاهم ممكن الكلام يكون معقول لكن كون ان في مطابقة 100% او مماثلة في 100% ما قدرش اقول انها موجودة يعني احتمال النقل قائم لكن ايضا احتمال ان ينسى يعمل تاج او بعد ما سجل ده اللي كان ده تسجيل اول المفروض كده تكون مقابل عمل التسجيل هنا لكن الخطا وارد ومفيش اي امكانيه اصلا هو النصوص فيها اخطاء لا حصر لها تبشر منهج التوازن بين الذراعين في وضع الفرونت سايد ولا البروفايل ده برضه ما كانش واضح عند مصر كان فيه نوع من الخلل هنا انا بضطر احاول المفروض طبعا هو عندي الانتكال ده ما كانش واضح كده الانتكال ده كان في مواجهه القادم لزياره المعرض لما هو دلوقتي اظهر كانه في الدليل بيحوص المدخل كلاهما ينزل الاخر ده معناه انه وصل من الجنب فبين ذراع واحد هنا وبين ذراع واحد هنا سواء الوقت او كده الفعل ان اقول انه عاجز اللي بالفنان وده معناه انه عاجز في كل الحالات او عدم قدرة عن عنده مقدرة انه يصور الجميع هو قصر الحاجة بعدين التمثال ثابت انه يتحرك لازم يكون كده ده بيتحرك بايده اليمين عايز يوري في حركة لأي حد تاني من الناس اللي عايز في حركة لازم يتقدمها بيها من حاجة بايده الثانية يبقى حي انما التمثال ثابت يكون مع التاني خصوصا انه معظم هذا التماثيل من وقت التمثيل يعني يكون اعضاء الجسم جسم الجسم ليه الاتفاق لانه مش عايز اي عضو يضيع مش عايز اي عضو يفقد حتى لا تضل الروح طريقها الى التمثال يعني طبعا كلها تاهت ومش الروح جات لها من النجم الشمالي ولا من اي حاجه لكن كان هو حريص على هذا الفيران قوية ضخمة جدا في معبد ابو سلطان الكبير اظن يمكن الظلال والاضواء الرائعه هنا برضو بينت هذا النوع من الفيران اكلوه تمام وسمنوه تمام عشان يصبح فيما بعد ويزينوا ايضا قرنيه بهذه العلامات الرائعه وبعدين مره ثانيه عشان تاكدوا من العيش مش بس حتى العيش اصبحت هذه العلامه رمز العطاء كلما يريدون ان يعطوا بغض النظر ودي برضه كنت باسم في الكتاب الاول بغض النظر عن نوعيه العطاء هيدي عيش ولا هيدي اي شيء من المواد الغذائيه لان الغذائي ده يبقى لازم يكون هذا الشكل اللي هي علامه دي اذا اصبح رغيف العيش رمز العطاء لا انت بقى شايف ايه العيش هو قوة الإنسان الرئيسي. لا، هو الأقفاص التسعة أو الأسرة خاضعين لمصر أو بطريها بشكل تقليدي لحضراتكم. التمثال القاعدة ممكن تكون قطعة واحدة والتمثال كله قطعة واحدة والساق قد يكون قطعة مختلفة. دي بتعتمد على الفترات المختلفة لكن ممكن يكون التمثال سكة واحدة من اول قاعدته لغايه قمه الراس للتاج لكن ممكن تبقى القاعده مستقله والجسم مستقل والتاج مستقل. طب ايه بقى زوجاته نفرتاري غيرها انه في هذا المستوى الصغير حجما احنا اتكلمنا فيها في المحاضرات لا تعني على الاقلال على الاطلاق اي تحقير لشانها او اي اقلال من قدرها وانما قلت ان طالما ان صاحب الحظوه الاولى في هذا المكان وصاحب الحق الاول في هذا المكان هو صاحب هذا التمثال فلا بد ان يكون اكثر وضوحا من غيره. يعني عندما تجد الطقوس هنا في علاقه بين الملك والاله لازم الملك يكون بين رقم واحد مش عايزه كلام. فمن هنا ياتي هذا الحجم الصغير بالنسبه لزوجاته وبناته. كل اللي بيسجلهم معاه ده فضل منه. لكن لا يعني هذا انه لابد ان تصل الى مستوى حجم التمثال حتى لا يوزع النظر او لا يوزع التفكير او الفكر بين شخصين متساويين. بدون طبعا بنحط بالثالث خلى في على نفس المستوى. عادي جدا. ليس هناك ما يمنع ولو انه ده غير عادي لسبب لانها امراه من الشعب
بنمرة واحد. لسنا بمتأكدين ان طولها كان نفس طوله. نمرة ثلاثة، نحن كأصحاب عقلية شرقية قديما وحديثا ما بنحبش الزوجة تبقى بمستوى طول الراجل، وانما لازم تكون اقصر. مش كده ليه؟ اظن ده امر واضح. وبالتالي انا شايف انه امر غريب جدا، امر واضح جدا. كانت دليل على انه راجل يعني عايز يرفع من قيمة الشعب او يحط الشعب. الوحيد اللي عمل الحكاية دي ان امامة الشعب. لا هو مهمة دولة كوفيسة الرئيسي انها كانت سيدة متسلطة وقوية واقوى السيدات في مصر، اقوى من حتشبسوت 10 مرات. ليه؟ لسبب بسيط، حتشبسوت منحت الفرصة لكي تحكم مستقلة اهلا السلسلة، انما بطريقة او اخرى نجحت في ان تقصي حط مستقلك عاش خليك معايا. انما تي ادارت البلاد في عهد ملكية زوجها وابنها عايز اكتر من كده على قوتها، فاي شخصية اقوى رغم انها رسمية لم تحمل لقب نسويتي. حتشبسوت كانت ملكة رسمية، انما بالمجرد زوجة الملك الاصلي تحكمت البلاد في عقوية وفي ظل متغيرات على مسرح الاحداث في منطقة الشرق الادنى رهيبة جدا. عم الحضر الثالث رجل ترهل واستسلم واصبح متكاسلا الى حد كبير وعاش فترة سلام كان لها تأثيرها فيما بعد، وضيء ابن اخلاطون بدل ما يصلح الامور. من وجهة نظرنا عسكريا افسد الامور، لكن يمكن فكريا او عقائديا كان له امر اخر. في تمثيل هنا رمسيس الثالث انا خريج اثار واصبح ترك الاثار مؤقتا يعني، وبيعمل الان في مجال الارشاد. هو الاستاذ بدر بيطرح برضه نفس القضيه، وانا طبعا ما عنديش مانع اناقش فيها طول الليل. هو بيقول حاجه هنا انه اسمه ياسر معتراء موجود، بس استنى نشوف بقى فين. هذه الوسر صغيره فوق المعاد، وسر معتراء ست المراه عظيم. مش داخل خرطوش عظيم. هاي كله هنا بقى هنا فيه هنا فيه هنا كملك هنا كإله يا حب الله يا مؤلف يعني او يمكنك إلهية. لأن الإله ما كانش يضع نفسه او يضع اسمه او الناس ما كانش يضع اسمه إله في كرتوش. حصل كيف مكان ما كانش يضع اسمه خالص في كرتوش. لا انا مش ممكن يعني مش ممكن مش لأنه تعصبا لهذا النظر. اولا طبعا احنا شفنا حالات كثيرة جدا لملوك بدون طب ما الملوك اللي في السرخ ايه نعم نقول عليهم ايه؟ ما هو دلوقتي اذا كان الملك هتشوفوه بقى ساعتها قبل كده ناخد بيربح هناك بدون خرطوش بدون ديكوريشن. انا هنا مش عاوز اقول انه نسي كان ديكوريشن. لا كده كده ديكوريشن اسم كامل متكامل يعني. مش هتشوفوه لما تخرفت مع الكراع اللي هي الكبرى بتاعت الوبس بخوت الوبس بتاعتك عملت اهو في ديكوريشن في فوق هو الكامل هذا الشيء. لا يعني انت عاوز تاخد ان الخرطوش مجرد او هذا الشكل الاسطواني ان لم يتضمن اسم الملك يبقى الملك ده اسمه مالة؟ مش عارف. لا يعني انا هي فكره كويسه وبشكرك جدا انك لفتت نظري ليها. ودي طبعا ميزه الحقيقه ان الواحد يجي هذه الاماكن ويلتقي بابنائنا وزملائنا. هي طبعا تلفت النظر وتستحق الانتباه، تستحق الدراسه، تستحق التفكير. لكن انا عايز حاجه خارج هذا الاطار الشكلي ان مجرد ما فيش خرطوش. مجموعة ألقاب تثبت أن هذا الشخص عمر من قبل المصريين كإله. لو أي حد من حضراتكم له وجهة نظر تفضل. إن هو لو كان يقصد إن هو يعتبر نفسه كإله كان زمان كررها في كذا حتة. لو كنا لا هي موجودة في أكثر من مكان. وضع اسم أسود ألقاب في الذهب وهو إله وإله واحد يعني سبب الإلهية سبب الإلهية. يعني الخرطوش فلسفة ضرورة من خلال الأمر زائد سلسلة الأول سلسلة الأمنحاد الثاني سلسلة الثاني كلهم وضعوا مجموعة ألقابهم كاملة داخل خرطوش. مش الثاني حضرتك كل الألقاب زائد حاجة مهمة احنا شفناها النهاردة ودي برضه فكرتنا في كل حاجة بتجيب حاجة حين حور لم يكن ملكا لمصر وانما كان حاكما للصعيد حاكما للجزء الجنوبي حط لقبه كحان متر تبيه الامن الكامل الاول الامون داخل خرطوش برضه بيضيف خرطوش في الاجابه سيادتك قلت انا حته زي ده سيادتك قلت لان هو بيعتبر نفسه ملك لهذا الاقوى بالظبط بالظبط. بس هي دي برضه نقطه تلفت النظر لما خصوصا انا بحترم هذا الراي تماما لان هو النهارده ما لم يكن اله. طب ليه ما حطش فعلا خرطوشه؟ انا طبعا مش عاوز افترض في كل مره انه نسي يعني ما اقدرش اقول هذا الكلام انما مش عارف ليس بتفسير كاف. انا شايف في حاجه غريبه يعني مفيش توازن بين العلامات يا جماعه. مصر غائب هنا في حتت. لا انا توازن مع تلفت الجلد ما فيهاش شك. لا انا معاك. لا بس انا عاوز تبصوا لطريقه حفر الرقعه فوق وتحت
وطريقة الام هل الام دي كده وبعدين فين التوازن بين العلامات دي واحدة يا جماعة يعني احنا برضو كاسم ملك العلامات لازم تكون متوازنة جدا معقولة يسر صغيرة الى هذا الحد والمعت كبيرة الى هذا الحد هتقولي والله الام يمكن راء اله ومعت اله وراء اله عشان الفراغ يمكن ساعتك اللي فوق اكبر شوية مش حد انا احنا كده في حاجة محشورة يعني فيها حشر شوية مش عارف برضه نفس الحجم الصغير لا يعني عم بتراهم يعني الاسم اللي بعد اذن حضرتك الاول الثاني دول اصلا مش بتوع الثاني بتوع المخاطب الثالث كانوا يتقدموا وجه المعبد بزمن عن المخاطب الثالث ممكن ده اللي بتاع بقى كده كده اه لا يعني هل ممكن لا هذا هو من بتاعها نفس الفكره من الناحيه الثانيه هو خطوط طب اسمح اهم من اي كلام تقوله في المعبد واهم من اي كلام تاني دي حاجات قرار مهمه جدا هو من بتاعها اللي احنا شفنا الاسم اللي ذاكر موجود في المقاسيف اهو يا جماعه تحت السقف من بتاعها تمام عظيم هنا ده امر واضح جدا انا عايز بس طلع الخرطوش ده شوفوا هل مكتوب مظبوط ولا لا ومش معنى هل العلامات متوازنه ولا حد فيه شكل التنفيذي اللي هناك احنا متأكدين من رمسيس تاني بس ده شكل رمسيس تاني اللي هناك يعني انا حكايه ان جلتهم لما حطوا الثالث صعب شويه يعني دي صوره طبق الاصل من كل تماثيل رمسيس تاني باشكال مختلفه ولو مجموعه تماثيل بالتاج المزدوج لها ملامح معينه ولو مجموعه اللي مفروض منها في 100 رايله بالتاج الجنوب اللي بيبدو فيه غريزه الشفتين اللي بعض الناس بيحاولوا يقولوا ان في الاصل هنا فيها الفريق بقى شغال شغل الناحيه الثانيه بقى ما ورينا بس الجزء ده بس بقى ورينا عايز كل الشباب يشوف يعني انا بحترم جدا اللي هو بس ده وانا هفكر فيه والزملاء انما وصل بقى طلع ست من داخل خرطوش هو مريم منى عباس وهنا ده وهنا بقى مفروض ان هو يجي نفس العلامات الحرس امين امين رائع برضه معلش يا جماعه هل السكرتيريه والتناسق في الامور التاريخي بيقول لي كده بقى ولا هو يقول لي من احياء ما قالش من احياء مش عارف لا انما ملاحظه قويه جدا يعني الناس طبعا اللي بتشتغل على طول بتيجي في المواقع واللي عايشه هنا الواحد بيفعى جدا من محطوطه شوف الاثر هنا مش تعبد يعني تهليل الملك انا استخدمت كلمه تهليل يعني تعالى بس هنا في حاجه صغيره كده مستوفى يا جماعه احنا ليه كاف شين وعلامه البلاد الاجنبيه والغين والسين والت كاش او كاش او كوش اللي جايبينها من ملوك الاسره 25 غتب الخفيئه ختيم خفيف كلام ده خفيف يعني يعني شوف الكلمه العربيه شكلها ايه كوش الخفيئه او الذليله بهذه المجموعه من التماثيل عن الصفحه كام الثالث قبل الثالث بقليل بتجد تمثالين لأمون وأمونات مش كده؟ وقلنا بيدوا ملامح توت عنخ آمون مش قريبين في الشكل من الجماعة دول قريبين منها؟ هو نفس المال هناك يمكن من الحجر الكوارتزي أو حجر البروفير لكن هنا من حجر الألباستر طيب في نفس السوق هنا باتجاه الرشتين شخصية ضخمة جدا رجل وامرأة هنا برضو امرأة ضخمة جدا في مقابل هذا الشخص الضخم وبعدين رجل اخر بتاج مختلف. طب اعرف انا من هم اصحاب هذه التماثيل ازاي؟ اسم رمسيس الثاني موجود ده الواقع في كل حاجه صحيح فن النقش هنا غريب شويه فن النقش لا يتناسب مع نوعيه التماثيل طب تمثال ضخم لوحده وتمثال رجل او بش واحد من الرجال رجل او اله واله او شيء من هذا القبيل ووضع العين اللي يد على الكتف باين طب لما نشوف بقى من الجوانب الاخرى بس ما
موت نبي قد وبعدين مسيو فيه فيه وزن مع ثلاثة ستة بالرعب موت مكتوبة كويس قوي حلوة طبعا تسكين فيها موت الثانية مكتوبة كويسة يعني هنا اسم رمسيس ثاني واسمه موت الله وبعدين شوف هنا الأحوال فلاقي هنا الملك وأمون رعى نسيون وتيرون ملك لقب آخر ملك الألف نسيون وتيرون وبعدين اسم رمسيس ثاني معانا شباب بنيجي هنا بنلاقي اسم رمسيس هنا لكن بنلاقي هنا امون رعى نسيون وتيرون وحتى غلط بدل ما يكتب نبت كتب نبت بت عملها مؤنث ده بيغلط في الصبح مش مشكله وبعدين وصل معاه طلع ست من رعى ولا قاب التقليدي نيجي على حاجه كده نيجي هنا امون رعى وبعدين حرختي حرس الاضحى وبعدين القبر بستاني يبقى عندي هنا امون رعى حرختي عندي هنا امون رعى باينه هنا امون رعى باينه هنا موت او اسم موت موجود على هذا الجانب وبعدين اسم رمسيس الثاني طب مين دول بقى؟ هل ده لا ده اسم رمسيس الثاني موجود هل ده رمسيس الثاني في شكل في على شكلة امون وبعدين هنا موت؟ ليه لا؟ وده هل ده رمسيس الثاني على شكلة امون؟ ممكن انا بتكلم على هنا على ايه الهنا انا طبعا لامس الاسد ممكن حد يقول لك ممنوع عندك حق بتصور ان ده رمسيس الثاني في شكل او امون وموت ورمسيس الثاني نسب التمثالين لنفسه او ان رمسيس الثاني في صورة امون وبعدين هنا لازم يكون رمسيس الثاني ايضا في صورة امون لانه امون واضح في كل مكان هنا نيجي للمشكلة الثانية دي مشاكل انا عارف الكلام بيقولوا بتقولوا عليها ايه يا جماعه مش عارف برضه امون رعى ورمسيس الثاني ونيجي هنا رمسيس الثاني هنا وهنا امون رعى وحور اختي بس دي حصل لخبطه العلامات دي حاجه اتحشرت في النص هنا وبعدين برضه الملك ثاني يبقى امون رعى وحرفي سيد الملك على هنا بقى على هنا تحطت على هنا بقى مش دارين بديه زي انا حاسس ان النص مش مفروض مش ممكن يكون حصل حفر مختلفة يا جماعة العملية كده معمولة على عجل شديد ولا ده شغل مختلف يبقى أمون رعى واسم رمسيس طيب في كل مكان طيب أسام اسمه هنا أهو وفي إله هنا كمان وفي إله هنا كمان طب نيجي هنا ومن رن إيه من فليبقى اسمك شوف رن يعني أنا ممكن أقرأ الخرطوش من رن وقت الخط الخرطوش نيجي هنا موت نبت يشيروه الله 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 يعني امون من الحياه دي وموت من الحياه دي ورمسيس الثاني نص غريب جدا على هذا الجانب وفي ذكر لمجموعه من الالاف لا لا مش حاجه الالقاب التقليديه يبقى هل مره اخرى امون هموت وهل رمسيس الثاني نسب التمثيلين ليه زي ما قلت ولا الملك في شكل الاله وجنبه موت مش عارف مفيش ولا حتى اشاره لزوجه رمسيس الثاني عشان يقول والله ان رمسيس الثاني زوجته بس كان الثاني لا ده ده كنت مثال معمول لامون والموت عامله رمسيس الثاني عشان تخدمه لا مش بالسهوله دي كلام مش عارف يعني انا مش عارف حل ثاني انا شايف انهم توت عنخ امون شايف انهم حرب حد يعني التراهل شويه اللي موجود والتراهل اللي موجود انا شايف توت عنخ امون او حرب حد واظن لسه المدرسه الاتونيه موجوده في توت عنخ امون موجوده في حرب حد مدرسه العمارنه موجوده في التون بوضوح شوف مناظر حرب حد فهل توت عنخ امون وزوجة ما اظنش انما محيطة في عهد توت عنخ امون وهم خصين دي امون وموت طيب وهنا امون وموت ومين ده بقى لوحده؟ رمسيس مش عارف يعني هنا في تطابق يمكن ما بين دول يقول ده امون وموت وامون وموت وبعدين التمثال الكبير معرفش هل الملك نفسه ممكن الملك نفسه لان طبعا التاج واضح جدا انه التاج الملك ده
لازم يكون الملك. مش عارف هل بتقولوا حاجه معانا او تمثلين دول الشباب المرشدين استاذ مفيد بتقولوا حاجه معانا او تمثلين دول التماثيل ده اللي منتمين اللي هو بتاع الملك الوش اما بتاع توت عنخ امون اما بتاع حورة محمد شاب الناس بالله كده دي عنخ اسم بعتهم دي؟ هي زوجته في عنخ امون اسمها هي واحدة بس عنخ اسم بعتهم انا ما اعرفش من الاله انا اعتقد ان امون موت ولا امون موت ولا الملك اسود من هو بقى؟ عايزها كمان في ملكة سرحت بالطلشر ما هي لازم حتى لا هذا انا فهم فهمت قصدك يا ابويا لا بنبدا ما تبقى من مناظر ذلك العيد الذي عارف اسمه عيد ايبت او اوبت زي ما قلت انا مش عارف هو عيد لزياره الزوجه ولا عيد لزياره المعبد باعتبار انه حرمه الملك هنا طبعا ما يذكر انه معظم هذه النصوص او هذه النصوص الخاصه بهذا العيد بتعرف لعهد توت عنخ امون التسجيل بالذات لهذا الجزء بتنسب لعهد توت عنخ امون لكن هنا انا عايز اشوف اوان الملك خارج من مقصورته او قصره او شيء من هذا القبيل الاستراحه بتاعته اظن واضح من خلال هذه المقصوره المزينه بعلامه خيطه واضح يا شباب ماسك النخخ لابس هذا التاج الاتف كمان تاج ريد وبعدين في هنا مسؤوليتي وهذه الجزء اللي تبقى من اسم الملك مين يقدر يخمن من هو صاحب هذا الاسم؟ يعني هل انتم بتقولوا حاجه معينه؟ نعم؟ نعم اللي هو مين؟ اللي هو من الحكم انا الحكم الثالث معلش لا لا مش اسف يبقى هنا ايضا انا الحكم الثالث خلي بالك انا الحكم الثالث مالهاش سلسله لسه ده مع اطراف ده 100% مع تاهو ولا تحت ده على اطراف يبقى واضح جدا بيقول لي هو ده الملك انا الحكم الثالث وده فعلا فن انا الحكم الثالث في حدث لا احنا بعتمد طبعا على والرقبه كمان لكن بعتمد على النص اكثر من اي حاجه وبعدين في حضره الاله امون ولازم تكون دي لا 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 في فوق لا طبعا لازم حكم موت مش عايز كلامه تمام يبقى هو في حضره الثالوث نيجي هنا على هذا الجانب المفروض بداية مناظر عيد العبد ليست بالوضوح الكافي طبعا في هنا اسم رمسيس الثاني موجود في كل حتة لما المجد عادي مقصورة اولا مجموعة الرموز التقليدية وكأن الملك خرج من قصره او من استراحته بتصدره مجموعة الرموز اللي شفنا مثال واضح ليها في معبد رمسيس الثالث النهارده في الكرنك رؤوس آلهة مختلفة ثم مقصورة أخرى الملك فيها في وضع تعبدي تهليل للإله وأظن بفكركم بقاعدة المركب أو القارب اللي في معبد خنصو القاعدة اللي قلت لكم خدوا بالكم من منزل الملك وهو يتعبد في أو يرفع يديه في هذا الوضع الغريب مش كده يا ملك؟ نفس الوضع في هذا الوضع الأربعة يبقى دي معناها إن دي قاعدة المركب مش ناقوس زي ما كنا بنقول قاعدة القارب المقدس القارب بدأ يظهر في الصورة القرابين بدأت تظهر بداية المفروض الرحلة جزء منها بري بيجري داخل المعبد نفسه من خلال مجموعة من الاستراحات اللي يمكن لفت نظرنا من هذا بكل سنة انه على حصار حتشوت مسجل 5 أو 6 استراحات القارب موجود كل القرابين موجودة الملك حوالين القاعدة دي خاط ودي على فكرة برضو بتفكرنا بحاجه ناقشناها النهارده مع الاستاذ سلطان والزملاء. القاعده دي واحده القاعده اللي اول قاعده بنلتقي بيها قدام مقاصير سنوسيرت الثاني في الكرنك. اللي قيل انه لا ما تبقاش قاعده مركب.
القول انه ممكن تبقى قاعدة مسلة. يعني قلت لو يمكن تكون شكل قاعدة مسلة عندنا واخذ الكورنيش والخزلانة. اظن ده دليل سمير انه لازم تكون قاعدة مسلة. والدليل مش المنظر. المركز طبعا بالضبط اساس كتر خيرك انك تعرف. تمام. اظن باينة جدا مع قاعدة. يبقى نقدر نقول الان بثبات من خلال حاجتين. القاعدة اللي في الخنك. والقاعدة الاهم 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 في معرض خمسة. شوف لما بنزور مكان جديد مكان اضافي مكان زيادة بيديك عناصر جديدة تستطيع ان تقارن. يبقى المركب فوق اهي. انا ما كنتش شايف فعلا المركب. المركب فوق تمام. يبقى القاعدة بدأ يحركوا المركب. اهي يا شباب المركب فوق المركب الضخمة. بعدين طبعا هتتبع بمجموعة من اوضاعية القوارب الخاصة ببقية اعضاء تسمهم ثلاثة هنا مع بعض. لكن هذه المركب القديمة ده صغير. تمام. هنا كده اهي. لا من فوق. من فوق كده. تمام. وهنا. ده الملك. لا من فوق. امون الفوق. امون واحد واحد. هنا. ده الملك. معلش. لا للملك. لا الملك. دي موت. وده خمسة خمسة. انا عايز اشوف موت. 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 لا مش موت. انا بشوف راجل. لا ده لا. لا يا ليه هو مكتوب هنا حور كناخ نبتي القاب الملك. طب ايه مركب الملك اللي هنا بس ده لابد فعلا نتحدث عن مركب ملك لانه طبعا ليس بالضروره ان الرئيس العظمي تشير لملك لكن انا هعتمد على القاب يمكن اول مره اشوف اللقب ده من ضوء من حسن حظ ورانا حاجه مركب ملك المقدسه مركب المقدسه ملك مركب ما هو اصل تحمل ايه؟ لا ولا حاجه مش ضروري تحمل مش ضروري تحمل حاجه بتقود او بترحب بشكل او باخر ما هي فضل فعلا ايه؟ حضرتك المركب المقدس مش كانت بتتجر بالحباب يعني ما بتتحطمش يعني ما ب... انا ما بتتحطمش ده جزء من الموقف انا ما انا فاهم لا يعني يتقدمها مركب يكون شاددها لا ما اظنش التجار منهم على مائده التجار كل واحد منهم على قاعده وبعدين هي التجار طبعا هنا لما كل اللي في زحافه كل اللي في زحافه ده معناه لسه على قاعدتها معناه لسه في مرحله ارضيه مرحله بريه تمام على ما هي سؤال هي اتفضل يا استاذ لا انا كنت عايز اقول ان المركب دي هيبقى ليها لازمه لما ينزلوا الى الميه يحملوها على مركب اصغر احنا عندنا اربع مراكب لا احنا لازم نشتغل مع مركب احنا اكتشفت ان الملك لانه من خلال هذه الالقاب الامر محسوم ان حول كان اختي بعدين مثلي بعدين سيدتي اسم الملك موجود في المكان واعتقد ان هي اسم صناعه خامون في المكان الصغير ده خطوش صغير جدا الموجود ده ايه دور المركب الملكي؟ المفروض يبقى هو فوق ماسك المطره ايه اللي ماسك ايده ده مش عارف في ابدا من الابريق التكوير الابريق على صوره عادي شكل عادي طالع اه الابريق على 100 عادي لا ظهر كتير قوي له بزبوز ولا بتسموه ايه بعدين علامه شكل علامه عادي الريتش اللي بتاع صب الميه ده يرمز ليه صب الميه تطهير لان هنا بيطهر ايه؟ ده بيطهر تم ظهور النقص البردي والخبز معاها كمان تطهير القرابين تطهير اي مواد يمكن ان تستخدم في القرابين طقس تطهير القرابين ده بقى زي ما بيتقال في كل النصوص يعني دايما بتنزل على نبات ما بتنزلش على 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 ترابيزه القرابين لا مش ضروري على لا طب تطهير الملك ايه القصد منه وبعدين في اللي قال يشترك في الخليقه الازليه لا لا الخليقه الازليه لازم تنزل من الاذن على مكانين اظن مش هنجيلها سنه الخليقه طيب نستمر في الموكب فحملين قلنا طبعا في مجموعه من الاستراحات داخل المعبد بعد ما افرغ من الاستراحات اللي داخل المعبد تمثيل البوابه كانه خلاص خرج من المعبد ثم في حملت انا بقى اظن باين هنا مش كده؟ حملت القارب حاملين على اكتافهم تمام ادي القوارب الثلاثه مظبوط ومواريث باينه اهي وادي فوق محب فعلا اهو اول مره بقى تشوف الخرطوش بالوضوح انا حور المحط فوق موجود بتاع حمام بقية القوارب اللي حمل الكهنة حملت القارب أيوه. وبعدين بعض الأشخاص اللي بيقوموا بعملية تبخير لكل قارب على حدا تعالى سبيل أيوه. عملية التبخير اهي بتجري من قبل كبير الكهنة هنا والمركب الثاني أيضا محمول على الأكتاف لاحظوا الفرق ما بين تنفيذ النصوص هنا وتنفيذ النصوص هنا قلنا اسم حرب وحب مكرر هنا ثاني أهو
جلسة الخدمة بقى ستة بالراء حملة الطمول اللي بيقوم بعملية تسجيل والبلاغ وبحامل الطمول شايفين هذا النوع من الطمول الأفريقية بيدق إعلانا بانتهاء الرحلة البرية موكب الرحلة النيلية بتبدأ من هنا المهم انتهى الطريق البري ده نعم هينزل منين هينزل من بداية تمثيل الماء واضحة جدا والطبلة الظريفة دي مشكلة دي يسموها ايه طبلة افريقية ولا حاجة ما اظنش انها موجودة عندنا دلوقتي هنا برضه هتلاحظوا الترهل فيما يتعلق بوادي الاحلاء بالنسبة لله بدأت الرحلة النيلية المركب في الماية اللي بيعلمنا ويسقفنا وحملت الاعلام الموكب المساحب على شاطئ النهر المركب مستمرة واضحة هنا المركب وهنا الشكل الملكي واضح لان هنا ممكن تكون ايضا موت بوجهة عصفوري الكامل المساعدين وبعدين انا اجرب الاحبال هذه الاحبال واضحة لان في برضو لان في ناس ماشي على الطريق برضو بيجروا زي اللي بيساعد المركب اذا كانت في غير اتجاه الريح بيبتدوا يشدوا المراكب مدام الريح لا تساعد المراكب القوارب مستمرة القائد ده القائد مقدس لا مش ضروري لا ده مش مقدس ده هو اللي بيقدم الجيش هو اللي بيجر ما ده انا كان استنى بقى يجر بيجر ازاي بيجر وراء ده وراء اللي هو الملك ده بيجر ماشي في اتجاه ازاي ما هو مش بيجرش لا حضرتك كانت في عدد كبير جدا من الناس بجد هنا اي موكب هو في رئيس بيتحرك من غير موتوسيكلات ولا غير هو ده اللي بتفسح الطريق جر فقط الملك اللي في عهده دار هذا الحدث لابد ان يكون له دور واضح سواء كان هذا الدور من خلال منظر تقديمه ازالة لبدء الى هذا الاحتفال او من خلال هذا المركب وده تفسير المركب بهذا الشكل مفيش له بديل انه المركب الملكية لابد ان تشارك بتفسح الطريق دي نبدا نقول ان هي الويب اوت قبل المركب الملكية عشان يطهر المجرى ويتاكدوا من عدم وجود اي معوقات يعني طبعا مش بهذا المعنى حبل برضو يعني كده يجر لا ده على الضفة الثانية هذا مش لا يعني بس المفروض فوق مش شريط مية زي اللي تحت بس الضفة الثانية ما اظنش ان في جد هي بتقود الموكب على حال سواء بتجر او لا تجر انما هي بتفسح الطريق لازم يعلم الناس لازم يهللوا لازم يفسح الطريق بقى المركب كده هتبقى فجأة يا جماعة المواكب اللي هي لا يمكن لابد ان تسبقوا مثل هذه الحالات من الاحضار جرب الحبال حبال خلاص واضح استمرار النيل باين برضه الساعة تحط الساعة